اتردد كلام في الفترة الأخيرة إن النجمة العالمية جينيفر لوبيز هتعمل حفلة في الصيف في إسرائيل، علشان كده في حملة اتعملت على السوشيال ميديا من نشطاء مهتمين بالقضية الفلسطينية بيطالبوا جي لو إنها تلغي الحفل ده، وقالوا إن ما ينفعش إنها تغني وسط الممارسات اللي بتحصل من إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.